في موضوع ليا في صفحة 18. مساء الخير، في موضوع ليا في صفحة 18. موضوع جديد صفحة 18. هو الواد ده بيعمل ايه؟ باين عليه بيبيع جرايد. طب ما تنده ونضحك شويه والنبي، بدل ما انت دمك تقيل كده. حاضر. عاطف تعال. هيا يا كابتن. انت بتبيع جرايد ايه؟ لا انا مش ببيع، ده جورنال السهم. ليا في موضوع بكتبه كل اسبوع، بوزعه على الناس النظيفه. ياه، على كده بقت صحفي؟ اه. لا يبقى لازم بقى نفرح بيك. مأمورة ايه؟ في يا عاطف ما يبقاش قلبك اسود كده. اقعد يلا نحتفل، ده انت بقيت صحفي. ثم انك عامل لي محضر في الاسم ما تنساش. مين كان يصدق انك تبقى صحفي؟ انت بتتنطق بسرعه يا عاطف. ومين كان يصدق انك تبقى من لاعب كره شراب في حاره لاكبر نادي في مصر وليك شنه ورنه وحاطط رجل على رجل كمان؟ الزم حدودك، تفرج الناس كلها عليك. مش انا لوحدي اللي الناس هتتفرج عليا يا كابتن. الله الله، في ايه؟ احنا بنهزر اصلا. اقعد يا عاطف اقعد. وبعدين ايه اللي خلاكوا حبايب قوي كده؟ ايه اللي حصل؟ ما هو اللي فرقتنا هي برضه اللي جمعتنا. يعني البنت اللي انتوا قطعتوا نفسكم عشانها خلعت منك ومني. بالظبط كده. البنت دي كانت هتخسر النهائي الدوري يا كباتن. يلا بقى غارت في داهيه. هي هتتجوز يا سيدي. بنت الجزمه. فرحها بعد 3 اسابيع. ادفع عمري كله وبوظ لها الفرح ده. اي فرح ممكن يبوظ يا كابتن. ازاي؟ كرسي في الكلوب. كرسي ايه وكلوب ايه؟ انت فاكره فرح فوق سطح؟ ده فرح في افخم فنادق القاهره. والمعزوم فيه وزراء ومسؤولين كبار قوي. مفيش حاجه مستحيله. يعني عندك فكره تبوظ لنا بيها الفرح؟ بس من غير خسائر في الارواح ولا اي اصابات. من غير خسائر في الارواح اه، بس الاصابات دي ما اضمنهاش. بس تكون طفيفه. لا طفيفه، الفرح يتقطع عنه النور ساعه. الفنادق دلوقتي عندها مولدات كهرباء احتياطي، لو النور اتقطع بترجع بعدها بنص ساعه. عايزين حاجه اشر. طب لو لقيت لك اللي يعمل لك الحاجه الاشر، ايه المقابل؟ اللي هو عايزه. بص انا عن نفسي هطلب حاجه واحده بس. ايه؟ انا سمعت ان في رجل اعمال جاب لك عربيه على الزيرو يا كابتن. العربيه القديمه هتعمل فيها ايه؟ ده انت بلوه يا اخي. ماشي يا سيدي، هديك العربيه القديمه. طب انا عايز ضمان. انا ضمن. انت لا. انا لا ليه؟ عشان انتوا شركه وعرق المثل حدايه ضمنت غراب قال لك الاثنين طايرين. انت هتعقدها ليه بقى يا عاطف؟ يعني عايزني نعمل لك ايه؟ يعني نمضي لك اصالات امانه؟ وبعدين احنا شعرفنا ان انت مش بياع كلام. افرض ما عندكش اي خبره في تبويز الافراح. لا عندي. العربيه تبقى تحت ايدي من غير اوراق. العمليه خلصت استلم اوراقها. العمليه ما خلصتش ترجع لك بالسلامه. يا ابن اللذينه، ده اللي عنده المخ ده مش يبوظ فرح، ده يبوظ البلد كلها. مبروك عليك العربيه يا سيدي. سلوى اهلا. تعالي اركبي. ايه ده، هو انت معاك عربيه؟ امال يعني شحتها؟ اركبي. اركب فين؟ انا ما بركبش عربيات حد. واذا كنت عايز الميعاد اللي بينا يتم يبقى تسيب العربيه وتيجي نتمشى على رجلينا. يا سلوى انا عايز اتكلم. خلاص يبقى مع السلامه عشان مروح. سلوى استني، هقفل العربيه واجي اتمشى معاكي. ماشي ماشي. ساكته ليه؟ ما انت اللي ساكت. هو لازم حد فينا يتكلم. اصل انا بصراحه اول مره في حياتي اخرج مع حد. ولا حتى حد من زمايلك؟ لا. وده من ايه؟ مش عارفه. تقدر تقول انه نوع من انواع الحذر، خصوصا يعني ان احنا عايشين في مجتمع بيشوف ان فكره الولد والبنت لما يخرجوا مع بعض بيبقى عيب وما يصحش، وانها ممكن تبقى مقدمه لحاجات تانية كتير. انت عارف حتى لو انا مش ده تفكيري يعني، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اجيبش الكلام لنفسي. حاسس ان الموضوع كده يبقى لازم تعرفي ان انا كمان اول مره اخرج مع واحده. فعلا؟ فعلا. يعني انت عايز تفهمني ان انت ابدا؟ ابدا، اعتبريني خام خالص. اه صحيح، قبل ما انسى، ايه موضوع العربيه دي؟ جبتها ازاي؟ أنا كنت فاهمة منك يعني إن أحوالك على قدك. آه يعني دي عربية مهكعة، وبعدين صاحبها مديهالي بالتقسيط. أنتِ عارفة إن شغلتنا محتاجة إن أنا أتنقل كتير والسرعة مطلوبة. بس أنا عايز أعرف عنك يعني
يعني كنت عاوز اسالك يعني عايز تعرف ايه عني؟ اللي انت عايزاني اعرفه. تقدر تقول ان ظروفنا واحده تقريبا يعني. انا يا سيدي طالبه في كليه الاعلام وساكنه في شقه صغيره مع طالبات زيي ومش من القاهره اصلا. انت منين اصلا؟ احنا اصلا من المحله لكن عايشين في الدخيله. ابويا عامل نسيج وامي كانت زميلته في نفس المصنع. لكن بعد كده هي تعبت وقعدت في البيت. جالها مرض في صدرها من التلوث. يعني تقدر تقول اني واحده من اهل مصر اللي شاربين مرها. ربنا يشفيها. واضح في كتاباتك. فعلا؟ هو انت بتقرا كتاباتي؟ طبعا. ايه طبعا دي؟ ومالك بتقولها بالحماس ده؟ عشان اول مره شفتك فيها حسيت ان انت هتبقى حاجه مهمه في حياتي. لا حيلك حيلك بقى. ده احنا لسه يا دوبك يعني معرفه سطحيه. دي حتى دي اول مره نتكلم فيها كلام عام. تقوم تقول لي هتبقى حاجه مهمه في حياتي. هما بيقولوا يعني الانطباع الاول بيدوم. ايوه طبعا انا معاك. بس انت متسرع جدا. اصل في حاجات حتى لو كانت جواك سيبها شويه. خليها تاخد وقتها لحد ما تتاكد من مشاعرك على الاقل. خلاص يا ستي اعتبريني اتمنيت امنيه. ماشي يا سيدي اعتبرها امنيه. ده غير ان ظروفي زي ظروفك بالظبط. انت ابوكي شغال في مصنع نسيج وانا ابويا حلواني. في مصنع برضه؟ لا في البيت. احنا المصنع بتاعنا في البيت وعندنا عربيه في شارع عمومي وانا لحد النهارده بقف وراها ابيع بسبوسه. طب ومالك بتقولها وانت مكسور كده؟ مش مكسور ولا حاجه. لا مكسور. بص بقى ولاد الفقراء دول طلع منهم ناس عظمى كتير ورؤساء وعلماء. مش ده رأي مدام نجوى؟ مين مدام نجوى دي؟ نجوى كمال رئيسة تحرير مجلة زهرة الربيع، تعرفيهاش؟ يا ساتر يا عاطف يا ساتر أعوذ بالله. إيه مالها دي؟ أنت مالك ومال الست دي؟ بتاخد مني شغل. طب وتديها شغل ليه؟ يتحرق الشغل اللي يجي من وراها. دي صحافة ملوثة. إيه ده؟ هو في صحافة ملوثة وصحافة طاهرة؟ آه طبعًا. الصحافة الملوثة هي صحافة الابتزاز، ونجوى كمال دي الوسط كله عارف إنها ست مبتذة. دي واحدة دماغها فاضية وعايشة على التشهير بالناس. يعني أول ما تتعلم الصحافة تروح تتعلمها من مدرسة زي دي؟ وأنت عرفتي الكلام ده كله إزاي؟ ما هو أصل في الوسط بتاعنا الحاجة الحلوة بس هي اللي ممكن تستخبى ومحدش يعرف عنها حاجة، إنما الحاجة الوحشة زي دكان الفسخاني ريحته هي اللي بتدلك عليه. خلاص تغور هي ودكان الفسخاني بتاعها. قيمتك من قيمة الحتة اللي بتشتغل فيها؟ سيبك من قيمتي وسيبك من الحتة اللي أنا بشتغل فيها. أنت طلعتي اكتشاف. حاجة رائعة يعني. ايه؟ ايه؟ مساء الخير. مساء النور. العربية دي بتاعتك؟ ايوه بتاعتي يا باشا. حضرتك متاكد؟ وايه اللي هيخليه مش متاكد يعني؟ انا بقى مش متاكد ان العربيه دي بتاعتك عشان جالنا بلاغ بسرقه العربيه دي. انا الملازم محمد عبد الرحمن من مكافحه سرقه السيارات.